بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وشهيدنا الأفاضل، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية بلسم من قناة القرآن الكريم الجزائرية أو خامسة التلفزيون الجزائري. مشاهدينا الأفاضل، هذا اليوم إن شاء الله اخترنا موضوع يهم النساء الحوامل، وهو الكوفيد عند المرأة الحامل. مرض الكوفيد أو جائحة الكوفيد لما أتت إلى الجزائر أصابت عدة شرائح عمرية، لكن خصوصيتها عند المرأة الحامل تركت لنا آلاما، تركت لنا مآسي في بعض العائلات، حيث فقدنا كثير من النساء الحوامل أو أحيانا حتى الأطفال لا سمح الله قبل زيادتهم أو قبل ميلادهم. فارتأينا إلى أن نناقش الموضوع اليوم، وباسمكم جميعا أتشرف بترحيب بروفيسور شافي مختص في أمراض النساء والتوليد. بروفيسور شافي بن قاسم، مرحبا بك في قناة القرآن الكريم وفي بلاتو بلسم. أهلا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن مشاهدي الأفاضل، طبعا أنتم كذلك ممكن تطرحوا تساؤلاتكم وانشغالاتكم في هذا الموضوع، لما لا، وهذا لإثراء نقاش حول موضوع الكوفيد والمرأة الحامل. بداية بروفيسور شافي، حالة الحمل عند المرأة حالة فيزيولوجية، وكثير من النساء تتوقع لما تتوقع حدوث الحمل أو تنتظر حدوث الحمل بفارغ الصبر وتتمنى، طبعا ستسعد بالحالة الفيزيولوجية وتهنأ بها وتعيش لحظاتها السعيدة من بدايتها ممكن إلى نهايتها، رغم أنه في بعض الأحيان بعض الأعراض التي تنتاب المرأة الحامل في بداية الحمل قد تكون متعبة نوعا ما. قد تعيش بعض النساء الحوامل نظرا للحالة البيولوجية انتهى من قبل، حالة سمنة أو سكري أو بعض الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط شرياني مثلا، فقد تظهر هذه الأمراض خلال الحمل. لكن ظهور الكوفيد عند المرأة الحامل شيء ممكن جدا يترك أثار ليست بالهينة، وهذا ما لاحظناه يعني في المستشفيات، بحيث أن فقدنا كثير من النساء. لماذا يا ترى بروفيسور شافي؟ هو نقاش مفتوح ليس بالدرس الأكاديمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. هو فعلا يعني الحمل فيزيولوجي عند المرأة، يعني حتى الرب سبحانه عز وجل في الآية الكريمة يقول نهب لمن نشاء، يعني هي ست نفر، يعني ستنكادو هبة يعني من الله، يعني من الرب سبحانه عز وجل، ويقول حتى في آخر الآية وجعلوا عقيما من نشاء، يعني بمعنى هو يصير الأمر هذا. فيحبذا لو كان كل مرأة يعني كانت مثلا دارت برنامج على الحمل نتاعها، دارت بلانيفيكاسيون ونظمت الحاله نتاعها، وشوف يكون افضل. علاش؟ لان الحمل نتاعها يكون مبرمج، يعني يكون مبرمج وتكون تنتظر، يكون ان بروجي، تكون تستنى يعني كيفاش تدير وقتاش تحمل وكذا، وعلى حسب امكانيات الماديه، على حسب يعني عده اشياء، هذا يستحسن. اما هناك يعني عند بعض النساء مع الاسف يعني ما يكونوش ينتظروا، يعني ما راهمش يتبعوا الطريقه نتاع تنظيم نتاع وسائل تنظيم الحمل، ولكن كانهم يعني ما راهمش ينتظروا، فاذا به يعني ياتي الحمل فجاه. فهنا ربما هذا الحمل هذا هو اللي يجعل يعني المراه تكون، وخاصه اللي ما كانتش يعني تنتظر الحمل وما كانتش باغيه الحمل، تخلي يعني تولي في واحد الحاله عصبيه، يعني واحد رانغواس، واحد ربما تعيش بعض المرات يعني واحد الموقف صعب جدا بالنسبه لها. اما اذا كانت تنتظر الحمل فهذا يستحسن ويكون يعني افضل. علاش؟ لان الجنين داخل بطن الام نتاعو يحس بكل مراحل، سبحان الله. يعني الجنين اللي خص لابد الامهات يعرفوا باللي من الوقت اللي طرح، يعني من الوقت كان فيه تلقيح، والجنين يعني والتكوين نتاعو والترتيب وهذا يعني كل شيء مبرمج، يعني ما فيش توقف
في مثلا حنا نقولوا تقنيا يعني نقولوا ثلاثي الاول ثلاثي الثاني وكذا، لكن يعني هو مش برمج يعني سي با ميكانيك يعني لا غروسيس سي اون ايفولوسيون من نهار الاول حتى الاخير. حتى بعض المرات يعني الوقت اللي تكون المراه عندها دايره البرنامج نتاع باش تدير الحمل يعني يستحسن، وهذه يعني عندهم يعني عند الاخوان الاطباء والقابلات عندهم يعني واحد بولا سوبليمونتاسيون في لاسيد فوليك يعني حتى ما يكونش فيه بعد تشوهات يعني تاع الجنين، نعطوهم مثلا شويه لاسيد شهرين قبل ما تكون تتلقح. يعني شوف يعني كيفاش الايجابيات نتاع التنظيم نتاع البرمجه وخصنا لابد يعني نركزوا على هذه البرمجه، لان في قضيه الكوفيد البرمجه شيء اساسي. دوك من بعد في الاخير ان شاء الله نطرقوا اليها. نعم. فاذا كان كنا في هذه الحاله هذه وكانت المراه مثلا انتظرت الحمل وكانت برمجه الحمل نتاعها يعني في وقت ما، كانها هي نفسها نفسيا وجسديا. إذن يكون كل شيء لاباس عليه، الحمل يفوت بصفه طبيعيه في انسجام، وخاصه يعني يفوت طبيعي ما تكونش عند هذيك العصبيه وكذا. اما اذا كان جاء يعني بغتتن هكذا يعني وحده لقات روحها حامله، وخاصه الى ما كانش تنتظر الحمل، يعني هذه المصيبه الكبيره. يعني تولي مثلا تحس بكل شيء، حتى هي بنفسها يعني في لانغواس نتاعها يعني هذيك تخلي يعني نفسها تولي تخاف من الحمل، تخاف من مضاعفات الحمل، تخاف من كذا كذا، حتى ربما فعلا تقع المضاعفات. تقع المضاعفات هذه وحده. ثانيا وراكي ذكرتي الاشياء هذه كلها، احنا في يعني في تتبع نتاع النساء الحوامل ماذا بينا نكون عارفين او مثلا نديروا فرق ما بين المراه اللي ما عندهاش امراض مزمنه. نعم. والمرأة اللي عندها الأمراض المزمنة. طبعا. فإذا كان عندها الأمراض المزمنة لكل تخصص في اللي عندها، مثلا الديابات يخص نكونوا تكلمنا مع مثلا الطبيب اللي تكلف لها بالسكر نتاعها، إذا كان عندها الضغط الدموي كذلك، حتى نبرمج مع بعض يعني الحمل، قال واش الوقت هذا يجوز للحمل أم لا. فالبرمجة هنا تسمح المرأة باش مثلا تحمل في واحد الوقت اللي تكون مهيئة نفسها والجسد نتاعها للحمل. أما إذا كانت عندها أمراض مزمنة ويعني وجاتها يعني الحمل، يعني هذه تكون يعني أكثر خطورة، يعني أكثر من الأولى اللي تكلمنا عليها. لم تكن محضرة نفسيا للحمل. نعم. وكان عندها أمراض مزمنة. نعم، ما نعطيك مثال، مثلا فيما يخص التشوهات، عندنا تقريبا 2% يعني 2% اللي يعني نلقاو عندهم هذا. فإذا كانت المرأة عندها مثلا ديابيت، كان عندها مرض السكر، ولكن ما داواتش ما عالجتش حتى يكون عندها ديابيت يعني في واحد متزن يعني مستقر، واش يوقع؟ يعني هذوك لو تو يعني الاعداد نتاع التشوهات يكون متبلي بار دو ولا بار تروا، يعني هذيك 2% تولينا 6%. فهنا تقريبا راها عارفه بلي الولد تفضح الا كان جا في الحاله هذه، راه ربما يكون عنده بعض التشوهات يعني خاصه بالديابيت، يعني ماشي بالحمل تاعها، لكن هذه جابها لها الديابيت لان المرض السكري يعني بما كانش يعني متوازن وكذا هذا، يعني خلي لها الخليه ما تتقاسمش، ما تتكاثر يعني بصفه غير طبيعيه، فهنا تكون الخطوره عندها. نعم. اذا كان زناها مازال حالة التهاب اللي هو الكوفيد. هنا راه تصبح حالة صعبة جدا، يعني تكون حالة أكثر صعوبة. أما إذا كان نظرنا يعني الحمل بنفس بالنسبة للحمل بنفسه، يعني هي حالة فيزيولوجية حالة فيزيولوجية متعبة فعلا، لأن في أول ثلاثي الأول مثلا شوية لاباس، الثلاثي الثاني شوية الحالة بدأت تتقال استقرار. نعم. أما في الثلاثي الثالث يعني الجنين راهو ولا يوزن مثلا قريب 3 كيلو 3 كيلو ونص، المياه اللي عايش فيها تولي مثلا كيلو ونص حتى الاثنين، والرحيم بنفسه يعني يكون كبر يعني في الحجم نتاعو، يولي يعني تولي قريب 6 7 كيلو او حتى 9 كيلو زياده على الوزن تاع المراه. فهنا تكون عندها صعوبه يعني فيما خص يعني الحاله نتاعها بالحمل.
هنا نعرفوا يعني الوصايا نتاع الرسول، توصيني بابني يا رسول الله، امك ثم من امك ثم من امك، ما قالش المراه، قال الام، لان كان عارف حاله والعذاب الشاق نتاع الام بالنسبه للطفل نتاعها بالنسبه للحمل. نعم. هذه بالنسبه الى حاله الحمل كحاله فيزيولوجيه وما قد ينتبهها من صعوبات يعني بصفه عامه. بروفيسور شافي، بالنسبه للكوفيد عند الحوامل، كثير من الحوامل اللي عاشوا الكوفيد لكن بصعوبه كانوا يعني امتثلوا للشفاء، امتثلنا للشفاء، ثم لاحظوا الاطباء انه الاطفال الرضع يعني المولود يزيد ولكن ليس هناك اصابه عنده بالكوفيد. ماذا نفسر ذلك؟ عندنا الحالتين، يعني الكوفيد يعني الفيروس ما يمرش من خلال المشيمه او من خلال يعني ما يكونش فيه، يمر نعم فيه الحالتين، نعم فيه نعم، لكن عموما من نعم قبل في الموجه الاولى والموجه الثانيه لم يكن ذلك. في الموجه الثالثه لاحظنا انه قليل، بعض يذكر انه بعض حالات نادره ظهر عندهم حاله كوفيد، كيف نفسر ذلك؟ نعم، اولا خلينا نقول باللي مثلا المراه عند الحمل تاعها نعم حتى الجسم تاعها يستقبل الجنين، لان الجنين متكون 50% يعني وسائل وراثية للأم، لكن 50% تانية جاية من الأب، من الأب، فيعني كأنها يعني شيء خارج على الجسم تاع الأم، فكان لابد تستقبل الأم هذا الجنين هذا. سيت اون غراف يعني، نعم تعتبر اون غراف، نعم كما زرع يعني تاع عضو ولا نعم. فالأم يعني الحمل لابد المناعة نتاعها تنخفض، يعني في اول الامر المناعه بنفسها تنخفض حتى تستقبل هذه الاشياء. هذا باش نقول المراه مراكي بالحمل يمكن يعني ممكن تكون فيك يعني اشياء من بعد المشاكل نتاع المناعه، وربما المناعه هذه بنفسها اللي هي يعني غالبا يعني تتكون في الامعاء، لان 70 حتى 80% نتاع المناعه نتاع الانسان تاتي فيما يخص الميكروبيوت انتستينال، فيعني نعم اذا كان على طبيعته كان يعني لاباس يعني ممكن ربما يكون شيء لاباس به، اما اذا كان هو بنفسه كان مريض من قبل، يعني المراه كانت عندها وجبات غذائيه وكذا يعني حاجات غير سويه، غير سوية صحيه، نعم، فيكون يعني تزيد هذيك المناعه تزيد تنخفض اكثر فاكثر، سبحان الله. فالمراه هذه بنفسها يعني امام هذه الاشياء دي كلها تكون عندها مناعه. تخيلي دروك يجيها مثلا الكوفيد، نعم انا هنا عندنا بزاف الحالات، صحيح ممكن الحاله الاولى تاتي تقريبا عند النساء وما يظهر عليهم حتى عرض ابدا، يعني تكون ابل لي فورم اسيمبتوماتيك، ما عندها حتى شيء، ما عندها غير الار تي بي سي ار اللي تكون بوزيتيف، يعني نعرفوا باللي مثلا راه عندها الكوفيد لان عندها لا بي سي ار بوزيتيف تاعها، اما الاشياء الاخرى كل شيء لاباس عليها. هذه ما يكونش عندها مضاعفات فيما يخص الجنين ولا فيما يخص مثلا لان المناعه نتاعها قويه، لان يعني الجسم لاباس، لان لا 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 يعني النفسيه نتاعها تكون لاباس بها. عندنا الحاله الثانيه ربما حالات وسطى يعني نقولوا الي موديري، صحيح بعض المرات يبانوا الاعراض لكن الاعراض تكون كما الاعراض اللي مولفين نشوفوها عند الكوفيد. نعم يعني كان في اول امر كل شيء اللي شفناه، يعني مثلا التعب الشديد، الحراره، التنفس شويه بدا ينقص هذا، ولكن ماشي ينقص بزاف، غير شويه يعني الام في المفاصل خفيفه، الام في المصافين هذه كذا، يعني ممكن ربما كان حتى في اول امر كان عندهم يعني نقص الذوق، يعني نقص مثلا الحس وكذا، هذا ممكن ربما نجد هذه الاشياء لكن ما كانش اكثر، ما يكونش اكثر لا بالناحيه يعني نتاع فيما يخص الجنين لا فيما يخص يعني الاشياء الجسم عند المراه بنفسه. هذه حاله يعني لا باس بها، هذه احنا ناخذوها كانها حاله اولا الوسطه وسطيه، وثانيا تريتمون تاعها يعني العلاج نتاعها يمر كما العلاج نتاع كل انسان جاء الكوفيد، يعني نفس الشيء، يعني مضادات حيويه نفسهم، نفس كل شيء، يعني نعم نخافوا ربما من حاجه واحده، الحاجه واحده واش يعني تخاطر الدم،
نعم. لأن تخطر الدم يعني عند المرأة الحامل هي بنفسها متهيلة الى يعني لتخطر الدم اكثر شويه من النساء الاخرين، فهذا نعم. ربما تخلينا يعني شويه نشوفوا يعني الدوزاج نتاع ديديمير باش نشوفوا واش راهم يعني لاباس، وكل ما كانوا يعني اكثر من 500 هذا هو نانو غرام بار مليليتر، وخاصه لاسينيتيك يعني نشوفوا مثلا المخطط المخطط يعني نشوفوا حركيه المخطط. نعم اذا كانت يعني هكذا ماشيه مستقره الحاله مستقره لا باس يعني تريتمون سامبل وخلاص. نعم. اما اللي شفناهم اللي بداو يكبروا هنا نزيدوا شويه تريتمون، نكبروا نطلعوا شويه تريتمون نتاع بالادويه اللي ضد تخطير الدم يعني عند المراه الحامل يعني باش ما يكونش عندها خطر. وعندنا حاله ثالثه اللي هي ربما شوية أصعب، عندنا المرأة اللي ما كانش عندها مناعة قوية، ربما ما كانش عندها نقوله مثلا ما كانش فاصلة، ما كانش عندها كذا وكذا، يعني ربما ما كانش مهيلة نفسها، ولكن في الحمل نتاعها جاها الكوفيد. هذه وخاصة إذا كان عندها مثلا أمراض مزمنة، مثلا مرض السكري غالبا في الأحيان، أو مثلا الربو. نعم، أو الربو والأشياء هذه كلها، هذه تخلي المرأة هذه يعني مهيئة لواحد مضاعفات كثيرة فيما يخص الكوفيد. هنا توقع الصعوبة نتاعنا تجي في هذا المحل هذا في المجال هذا، فممكن حتى المرأة هنا في النقص نتاع التنفس ممكن يدي حتى الخطورة الموت يعني الوفيات. نعم لا سمح الله. نعم شكرا بروفيسور شافي على هذه التوضيحات. مشاهدينا الافاضل راح نشوفوا مع بعض روبورتاج حول الكوفيد والمراه الحامل، ونعود نرجع ان شاء الله الى بلاتو غرسا. تعد فترة الحمل من أهم الفترات التي تمر بها كل امرأة في حياتها الزوجية، لكن بالنسبة للنساء الحوامل التي يواجهن تفشي فيروس كورونا، بات الخوف والقلق يلقي بظلاله على هذه المرحلة السعيدة. مرتي بالكوفيد ولا لا؟ عندي شهرين. داكور، واش كان عندك؟ كانت عندي الحمى وسعلة بزاف، الفشلة ما نقدرش كاع نوض. داكور، وشكون اللي كان مريض في العائلة تاعكم؟ كيفاش حتى مرتي به؟ راجلي الأول ومن بعد وبعد وعداكم. مرتي انتي وراجلك ودراري ما مرضوش؟ لا ما مرضوش الحمد لله. داكور، دونك واش شحال قعدتي في السبيطار؟ 15 جور. اي واش داروا لك هنا في السبيطار؟ كنت دائما يجوزوا لي يديروا لي تخطيط البيبي، شربت الدواء الحمد لله، جوزت 3 ايام هذوك اليومين بعد ارتحت. ومن بعد ارتحتيش؟ دونك قعدتي 15 يوم. داكور. الاولين قبل ما نجوا لهنا جوزناهم ساعات. شحال قعدتوا في الدار قبل ما تجوا للسبيطار؟ انا يبقيت بركا 10 ايام وانا هكا في هذه الحاله. رحتي عند طبيب برا ولا ما رحتيش؟ رحت جوزت. جوزت هما اللي بعثوني لهنا السبيطار. داكور. يصاحب الحمل تغيرات فيزيولوجية ومناعية في الجسم تجعل من المرأة الحامل أكثر عرضة للأمراض المعدية بشكل عام ولفيروس كوفيد 19 بشكل خاص، قد يشكل خطرا كبيرا لصحة الحامل والجنين ويؤدي إلى تفاقم حالتها المرضية مقارنة بالآخرين. احنا من اللي بدأت هذا المرض حلينا لونيتي كوفيد، والتغيرات كانوا فونكسيون دو نومبر دو مالاد، مع الاول كنا جوست كلكو شامبر ايزولي، ومن بعد طلعت الحاصله طلعت في كيما سورتو من مي جوان طلعت، اونيتي اوبليجي كامل هذا ليطاج ريزيرفيناه بور لو كوفيد. اولا برون دون شارج هذا لي مالاد كي تي ديريجي فيغ نو باسكو اون ايتي توت سويت ايريجي اون يونيتي كوفيد، والخدمه عاديه كنا نعملوها لتحت. دونك لي مالاد سون في سور دي سيني اون جينيرال فياف بوندون لا غروسيس، عندهم ثاني لي بروبليم بولمونير اي تو، دونك نشوفوهم ايزولمون برومي واحد الاولي، ديروا لي تيست لا طلعوا بوزيتيف يروحوا في يجوا لونيتي. دونك يافي اون ايتاب انترميديار
نشوف لا فاميلي اكزاميني نشوفوا كيفاش راهي كيفاش ولا الجنين تاعها ومن بعد يديك لو ريزلت بوزيتيف الي تي بوزيتيف تطلع هنا لونيتي تاع لو كوفيد فيزيولوجيكمون ما راح حامل عندها ان ديمينيسيون تاع المناعه تاعها دونك théoriquement elle est plus à risque mais bon حنايا on a constaté que c'est à peu près la même chose mais il y a un risque qui va être potentiel plus important chez la femme enceinte étant donné l'état d'immunodépression qu'elle possède ou quels les facteurs de risque on a constaté حنا بلي la majorité تاع حد نسلت اللي تقاسوا c'était les diabétiques من الديابيتيك من اللي عندهم ليبرتونسيون ثاني اللي ديجا عندهم دي فاكتور دو ريسك كي سو سوراجو مع الاول ما على باليش بلي الكوفيد je savais pas que c'est le covid après رحت عند le médecin il m'a dit que c'est le covid داروا لي لو تيست قالوا لي سي لو كوفيد après حكمتني لا فيفر كحكمتني لا فيفر جيت لهنا اون اورجونس كانت عندي لا فيفر لي كروباتور je peux pas parler j'arrive ما نقدرش ناكل vraiment j'étais dans un état ما نقدرش ميم با نوقف ما نقدرش ميم با نتنفس dès que دخلت لوبيتال حبطوا لي لا فيفر ومطاوني لي ميديكامون قاموا بيا تري بيان في لوبيتال من 1 جانفي لهذا اليوم on a à peu près 380 hospitalisations alors la tranche d'âge qui a été le plus touchée c'est le entre 30 et 40 ans le gestationnel c'est-à-dire la grossesse c'est surtout au troisième trimestre les تقاست لي فاكتور دو ريسك تاني درنا ينيتيد على لي فاكتور دو ريسك لقينا باللي سي لو ديابيت لوبيزيتي ميم اون اتروفي دو لازم اي ليبرتونسيون هادو اللي لقينا في الاكثر هادو لي كوز جينيرالمون سي لي كوز لي كوفاكتور الوغ من هذاك الرقم 380 اون اي كوميم 140 اكوشمون نورمال منهم لا مواتي 53% de par césarienne, moitié l'autre par accouchement par voie basse. Alors le nombre de sévères de Covid malades atteints sévèrement, on a eu 20 cas et on déplore malheureusement 9 décès maternels. Toutes les grossesses doivent être suivies. Que ce soit Covid ou pas Covid, elles doivent être suivies de manière rigoureuse avec un bilan initial on doit leur faire aussi درك دخل في كيف يقولوا في العادات même la le dépistage du covid doit se faire la femme doit être déjà dès le départ on sait le covid ou la ماشي covid ou donc de plus en plus même on parle de la vaccination تاع le covid donc même la femme enceinte devrait également faire cette vaccination. Ma tkhafch men l'akhir ma kayen aucun risque. Voilà, c'est la question actuelle. Voilà. Donc dépistage et éventuellement vaccination. Il n'y a pas de risque ni pour la femme enceinte ni pour le bébé pour le vaccin. Voilà, mais c'est ce qui est recommandé إذن عودة مجددا إلى بلاطو بلسم مشاهدي الأفاضل أهلا وسهلا بكم مجددا من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري والكوفيد والمرأة الحامل كان هذا الروبورتاج أعدته زميلة سعاد علمي مشكورة على ذلك وكذلك تحية للفريق اللي تستقبلها في مستشفى عين طايا وكان بينهم بروفيسور جرومي وكذلك المرأة اللي قدمت بشهادتها شجاعتها شكرا لها والشفاء لكل المرضى إذا نواصل الحديث بروفيسور شافي شفنا روبورتاج يعني رقم 9 من 24 حالة ولادة كان 9 وفيات عدد
كبير يعني بالنسبة إلى هذه الإصابات لكوفيد 19. للأسف يعني هل فيه هناك دراسات راهي تجرى على مستوى الوزارة، على مستوى بحكم عندكم لقاءات واجتماعات في الوزارة هذه الأيام يعني حول الموضوع، حول ممكن غيره، هل فيه الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر؟ لأنه هذا العدد عدد كبير، ولما نشوفه فقط على مستشفى على مستوى عين ضايا، وهناك مستشفيات أخرى الإحصائيات طبعا راح تروح إلى وزارة الصحة، وهذا للأخذ بعين الاعتبار ودراسة الموضوع. بالنسبة للوفيات ماذا نقول بروفيسور شافي؟ ليست كل الحوامل التي تصاب بالكوفيد اللي تتوفى الحمد لله، ولكن العدد يبقى كبير. هل هو مثل ما ذكر البروفيسور في روبورتاج، لأنه فيه عوامل أخرى، فيه أمراض مزمنة وتكون في حالة عدم استقرار مثل ما تحدثت من قبل، أم هناك ممكن العلاج لم يبدأ في وقته، أو ما يسمى بالكشف المبكر لم يكن كما ينبغي؟ كثير من العائلات للأسف حتى كذلك هذا له دور، لما نقول صار الأطباء عندهم خوف بأنهم يوضعوا التشخيص أمام العائلة ويقولوا بلي هذا كوفيد لابد من إجراء فحوصات. بعض الأطباء اليوم صاروا يخافوا لأنه فيه عدم تقبل فعلا. لكن ربما هذا خلينا ننطلق لأمر ثاني. نعم، حبيت نقول بلي مثلا النساء لابد عليهم الفحص حتى يكون فيه يعني تتبع أصلي وفعلي في الحمل. أما المرأة إذا كانت ما كانتش تتبع الحمل نتاعها، يجيها الكوفيد ولا يجيها لاغريب نفس الشيء، ربما يكون عندها مضاعفات لخاطئة، لا الفيروس لاغريب لا هذا، ولكن تكون يعني مضاعفات نتاع الحمل بنفسه، ولكن ما كنوش انتبهنا إليها. فلهذا ربما يستحسن أن نبدأ الكلام تاعنا أولا نقوله لزوم التتبع الحمل، هذا شيء ماشي غير طبيعي، هذا شيء يعني إجباري. إجباري، وهذا هو اللي ريكومونداسيون دار ريكومونداسيون تاع المينستير دو لا سونتي كي فون باريت بيان ان شاء الله، يعني يتكلم ويقول باللي لابد يكون فيه بأقل شيء ثلاث فحوصات اللي هي تكون إجبارية، يعني الفحص تاع الثلاثي الأول، الثلاثي الثالث، والثلاثي الثالث. وعلاش؟ حتى يكون فيه ديبيستاج، يعني كشف مبكر لكل خطورة الحمل بنفسه، والأشياء اللي تكون زيادة فيه كما مثلا كل أمراض الفيروسات. نعم. من ضمنهم يعني الكوفيد. نعم، فهذه من جهة، هذه من ناحية. خليني نصحح واحد الرقم. نعم، الأستاذ والصديق نتاعنا يعني نسلموا عليه بالمناسبة قال يعني 9 في 24 حالة اللي كانت يعني في حالات هي كانت في الإنعاش، يعني كانت حالة خطيرة نوعا ما. نعم، يعني هذا ما كان. أما 9 بالنسبة ل 300 وكذا حالة تجد الكوفيد، يعني تورينا بلي رغم أنها يعني وفيات، وإحنا ماذا بينا ما يكونش في خلاص وفيات يعني طبعاً يعني هذه معروف، لكن يعني بالنسبة لهذاك ربما يكون فيه بعض المرات مضاعفات نتاع الحمل بنفسه. خلينا نقول باللي ربما يكون فيه يعني مضاعفات خاصة بالحمل بنفسه، لأن المضاعفات على الحمل موجودة دائما من طوال الحمل، في 9 شهور نتاع الحمل كل مره ممكن تكون كاينه حاجه اللي خاص خطا او مثلا خارجه عن المضاعفات والامراض يعني المزمنه اللي تكون ربما عند المراه ما تكونش بينا فيها. لكن المشكله فين؟ هو ان الكوفيد هذا الفيروس هذا المنعول هذا يعني هو بنفسه يعني يخلي يعني الميتابوليزم عند المراه يتغير اكثر من عند الاخرين. يعني الكوفيد بنفسه الوقت اللي يجي عند الانسان حتى ولو ما كانتش امراه حامل، صحيح، يخلي عنده يكون يجيب له ديابيت، يجيب له ارتفاع الضغط الدموي، يجيب له يعني المرض نتاع الكلى، يخليهم يصفوش ماذا، يخلي التنفس يضيق، يعني هو زياده خفقان القلب. احيانا المرضى ما يشربوش وما ياكلوش مليح، وخصوصا للجفاف يزيد خفقان القلب وممكن توقع مشاكل. فعلا، صحيح، فعلا، يعني مشاكل تكون موجودة. نعم، فهو بنفسه يعني يجيب
تولي المراه مثلا كانت حامله ولو ما كان عندها والو من قبل، تولي مثلا من الوقت اللي جاها الكوفيد تولي عندها شيء ظاهر كانها مثلا كان عندها مرض مزمن من قبل، وهي ما كانش عندها من قبل، ما كانش معروفه ديابيتيك، ما كانش معروفه بلي عندها الضغط الدموي، ما كانش عارفه بلي عندها يعني مشكله في الكليتين تاعها وكذا. فهذا باش كان يتفضل ويقول الى بد من المراه تفحص، هذا هما اللي سميتهم انت ربما لي كريتير دو سبيتاليزاسيون. وي نعم، هذا سؤالي اللي كان راح نطرحه. نعم. قلت لك راح نطرحوا السؤال وشنو هما الاليات او علامات اللي تخلينا مجبرين باش ندخلوا المراه للاستشفاء. نعم، قبل ما نقول انا وشنو هما العلامات اللي خلينا تروح المراه تروح تكشف. نعم، باش دير يعني اول شيء لا كونسلتاسيون دابور. كنا قلنا بلي في بعض الحالات والمراه ما تحس بحتى شيء، صحيح، خلاص ما كان شيء. هذه تقريبا كاين منهم بزاف، وإلا ما كانوش مثلا دايرين الماسك اللي هو إجباري، إلا ما كانوش مثلا ينتبهوا لا ديستونساسيون، تابعوا يعني وهذه الأشياء المطروحة، غسل اليدين، لو جيل، وهذه الأشياء، إلا الإنسان ما كانش يحترمهم ربما يجيها ولا هي بنفسها تأذي الآخرين، يعني بتخليه ألي يعني تولي هي بنفسها تمرض الناس الاخرين. فلهذا مدى بنا الانسان يعني يدير هذه اللوازم تاع الوقايه حتى ما يعديش الناس الاخرين، يعني ما يكونش هو ما يعديش الناس من الطرف نتاعو، لخاطر ما باينش عليه المرض، ما عندوش اعراض تاع المرض في الحاله هذه. خلينا نشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اللي قلنا هي يعني لا باس بها، يبداو يبانوا بعض الاعراض. فاذا كانت الاعراض هذه يعني نتاع الكوفيد زيادة على الأعراض اللي ربما تكون فيها نتاع الحمل، لأن مثلا المرأة راها بالحمل وفيها سليان دموي، هذا راها نزيف، هذا شيء يعني خاص بالمرأة الحامل وخاص يعني بالحمل، ماشي ماهوش الكورونا اللي يجيب لها. نعم، مش الكوفيد مثلا. لكن إذا كان مثلا لقيناها بعض الأعراض اللي يتمشاو مع ارتفاع الضغط دموي، او مثلا مع ارتفاع السكر تبدا تشرب الماء بزاف، تبدا تاكل بزاف، يعني بعض الاعراض اللي ما كانش متابع بها، جاتها مثلا الحمى، جاتها السعلة، جاتها بعض الاشياء هذه كلها، وخاصه اذا كان في السؤال نتاعها مشات دير لا كونسلتاسيون، مشات يعني تشوف نفسها يعني باش دير الكشف المبكر، وتشوف بلي مثلا الطبيب يطرح لها عليها بعض ولا القبيله تطرح عليها بعض الاسئله، تقولها واش كاين شي واحد في العائله مثلا اللي عنده المرض، ولا مشيتي كنتي في العرس، ولا كنتي يعني هناك بعض الاشياء اللي هما ايبيديميولوجيكمون تري سيريوز، مثلا تمشي لواحد تكون واحد الحالات او منطقه، نعم، وين يكون فيها موجود فيها الكوفيد، فهنا على توت لي شونس باش تولي من كوفيد. وخاصه وهنا ماذا بيا نقول عند الشبان يفوتوا بعضهم بعض الهواتف النقاله، هذه راه مصيبه الهواتف النقاله، لان الانسان يتكلم مباشره في الهاتف ويعطيه يعني للصديق نتاعو، هنا يعني راها ضربه قاضيه يعني فيما يخص يعني الانتقال والنشر نتاع الفيروس هذا. فالمراه هذه الى مثلا شفنا بلي مثلا في السؤال هذا قالت اودي نعم كنت في العرس وكذا وكذا، وكانت ربما وحده جات مريضه ولا هذا، ولا كنت في تاكسي، ولا كنت سافرت ولا كذا، هذه ربما خاصة الجنائز، يعني الجنازات شويه فيهم مشاكل. نعم، اذا كانت هذه الاشياء كلها رحنا راه وجهتنا يعني للبحث عند الكوفيد، فمباشره نديروا لها لو تيست تاع الكوفيد، يلزم يكون التيست يكون لونتيجينيك ولا الار تي بي سي ار. لو تيست انتيجيني خليني نقول بلي ولو كان نيجاتيف ما يمنعش، ما نجموش نقولوا بلي ما عندهاش. لا بي سي ار هي اللي تقول عندها ولا ما عندهاش. الانتيجين يكون ممكن يكون بوزيتيف لكن في الخمس الايام الاوائل نتاع ظهور الاعراض. نعم، اذا ما كانش في هذه الايام هذه ربما ما نتكلوش عليه. نعم، إذا كنا لحقنا يعني الحاله هذه، الحاله الوسطانيه هذه هي اللي ربما اذا كانت الاعراض يعني ولات واضحه والمرأة تعبت إما من الحمل تاعها إما من الكورونا الكوفيد، يمكن هنا في هذه الحالة هذه تدخل المستشفى تاخذوا علاج حتى نشوفوا، الرغم ولو كانت مثلا عندها شهرين تاع الحمل، ولو كان عندها 7 شهور تاع الحمل، يعني العمر تاع الجنين هنا ما يدخلش. نعم،
راح خطر ما حناش في الوقت الزياده، هذاك العمر تاع الجنين احنا نخدموا به الوقت اللي مثلا اللحقون تاع الزياده، هل ممكن فيه زياده ولا مازال ولا كذا؟ هذا نعم، اما في اول امر لا، لابد المراه تاخذ العلاج التام. الحاله الثالثه اللي هي اصعب شيء، هي اللي مثلا المراه تولي التنفس نتاعها فيه ضيق في التنفس. نعم. او مثلا الاشياء كلها قلناها، مثلا الديابات والاشياء هذه كلها، ولا مثلا الربو كلها يعني جاء ولا ظهر يعني ظهور ثابت وكامل، هنا لابد من يعني باش المراه تكون اوسبيتاليزي وتقريبا في لا رانيماسيون يعني في الانعاش، اذا كان عندها يعني اقل من 14 مليئه من تاع الاكسجين في الدم نتاعها، هنا لابد خص الانسان يبدا يعطيها. دونك كل ما كانت يعني الاكسجين ينخفض عندها، كل ما تكون تتقرب للمستشفى، نعم، وحاله خطوره ووجودها في 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 الحاله نتاع تاع الانعاش. نعم. بالنسبه لسن المراه الحامل، هل هو مهم في يعني من علامات الخطوره؟ اذا كان ان صح التعبير، هل المراه كل ما تقدم بها السن في الحمل راح يكون الحمل صعيب مثل ما يقال عند البعض، وممكن جدا يعني تكون عندها مضاعفات الكوفيد تكون اخطر، او هي الحاله الفيزيولوجيه القبليه قبل الحمل للمراه، مثلا اذا كانت عندها مثلا سمنه، اذا كان عندها مثلا مشاكل على مستوى التنفس، امراض يعني تنفسيه من قبل وزاد الكوفيد، يعني ممكن حتى ولو كانت صغيره في السن ممكن هذا عنده خطوره كذلك؟ نعم، سؤال وجيه جدا. فعلا، اولا العمر نتاع المراه مهم جدا، كل ما كانت المراه في سن مبكر ويعني شويه لاباس شباب يعني كل ما يكون الحمل نتاعها ربما بدون خطوره، ممكن نقولوا تقريبا باقل خطوره، حتى ولا ما قلناش بدون خطوره، خلينا نقول باقل خطوره. علاش؟ لان الاجهزه نتاعها بنفسها تاع التكوين تاع الجسم تاعنا كلها لا باس بها، كلها مازالها في حاله شغل يعني لاباس ونظيف. اما كل ما زاد يعني الحمل، العمر تاع المراه زاد يعني تقدم في السن، يعني مثلا 40 سنه حمل في 40 سنه، احنا نبداو نقولوا في 38 سنه نقولوا فيه ربما تشوهات تكون شويه بدات تظهر، 40 سنه نقولوا دا ولات صعب، اما 40 سنه وفوق المضاعفات نتاع الحمل بنفسه تكون ربما صعبه جدا. اذا كان زدنا لها مضاعفات الكوفيد فراكي فهمت يعني القضيه هنا تكون ضربه قاضيه، هنا راه يعني كل شيء راه موجود عندها. في حين اخر، نعم، يعني الشق الثاني للسؤال، نعم، قد تكون شابه ولكن حامله لي مثلا امراض مزمنه، مثلا اذا كانت عندها سمنه، وكثير ما يحدث هذا، السمنه تكون مصحوبه عموما بارتفاع ضغط شرياني، نعم، او يكون وتكون فيها تحت علاج، والادويه نتاع ارتفاع الضغط الشرياني عندها كذلك مضاعفتها، نعم. يعني هل ممكن نقولوا هنا ثاني يعني ليس فقط العمر؟ فعلا، نعم، احنا اللي كانت لبي ام يعني، نعم، اكثر من 30 يعني راه الوزن شويه زاد شويه، خلاص الخطوره موجوده. لبي ام يعني الوزن على الطول نتاع، نعم، المراه مربع ان شاء الله. نعم نعم، اذا كان يعني تجاوز 30 وما فوق يعني مشكله كبيره، حتى بالنسبه للخطوره اللي خاصه بالحمل. نعم، انا دائما نتكلم على الاشياء اللي كثر فيها يعني حالتين، كان الحمل وكان الخطوره نتاع الكوفيد. فهنا الحمل بنفسه راه عليه خطوره، يعني الحمل رب تقريبا يكون صعب جدا بالمراه، بالنسبه للمراه اللي يكون عندها الوزن، خاطر كما قلت تفضلتي وقلتي عندها مثلا مرض السكر، عندها الضغط الدموي، عندها عده اشياء اللي ربما غير معروف بها. لما نقولوا، نعم، مرض السكري ذكرتم بروفيسور شفي، معناها تخثر الدم يكون في أكثر، نعم، يعني رانا في، نعم، حالة التخثر، نعم، يعني مؤهلة أكثر إلى ذلك، نعم، والكوفيد هو مرض يحدث التخثر، نعم، باتفاق الجميع. فهنا المضاعفات الخطيرة، نعم، هو التجلط لا سمح الله، وهنا، نعم، تكون الخطورة، نعم. الأنيميا بروفيسور شافي عند، نعم، المرأة الحامل معروف أن معظم النساء، معظم أقول، انها تبدا الحمل تاعها للاسف ب
نسبة هيموغلوبين متدنية. نعم. مثلاً 10 مثلاً، وطبعاً 10 راه لا بأس. نعم. أنا عندنا اللي تبدأ بسبعة ثمانية، هالمشكلة. نعم. يعني ما هذا باش قلت القبيلة في أول أمر لابد يعني في 2021 هذه. نعم. لابد علينا باش النساء كلها نتاعنا حتى نجنب كاع الخطورة الخواطر هذه كلها باش نجنبوا كلها، خصنا لابد المرأة تبرمج اذا كان مشات عند الطبيب. انا نقول لك ما نتكلموش احنا ببرمجه، هذا لا لا هذا لا لا. امر هذا هبه من الله كما تفضلتم، والهبه من الله منين جات مرحبا. لا 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 ما حصلوش. نعم. قلنا ولات الخبيده التهلكه. لا الانسان اذا كان مريض الهبه راه ما تجيش. اولا رب سبحانه عز وجل اذا كان بغيتي تكلمي على الدين، الا المراه كان عندها الانيمي والانيمي كانت قويه ما تحملش، هي مسؤولة؟ لا ما تحملش. نعم. ربي ما يعطيلهاش الحمل، يعني يكون تقل فيه بطء باش المرأة تحمل هذه. نعم. فيما خص الانيمي في تباطؤ إذا كان الحمل تاعها، إذا كانت المرأة مثلا فيها الانيمي كبيرة. نعم. أما إذا كانت ديك 9 10 كذا حتى 11 يقع الحمل، ربما يقع الحمل. نعم. هذه المشكلة اللي عندنا احنا في البلاد، عندنا تقريبا 60% تاع النساء الحوامل لما يتقدم الحمل راح تزيد تهبط، راح يكون الهيموغلوبين يروح يتدنى لأنه الجنين راح يتغذى من المرأة وبالتالي راح يتدنى. وشن هو الرقم اللي متفق عليه؟ خبرتني به بروفيسور شافي وكنا ذكرناك في حصص فارطة، ذكرناك أنك ذكرتنا بالمستوى العالمي المطلوب أو 11. الاتفاقية العالمية على أنه المرأة الحامل، نتكلم على أنيميا عند المرأة الحامل منذ أي رقم؟ 11 هي أنيميا عند المرأة لا الحامل؟ لا حتى 11، من 11 الفوق لا بأس. نعم. أما كل ما جاء تحت 11 ولو 10 زو 0.2 وكذا 10.8 نعم قريب 11 خلبي. لكن تحس بالتعب. نعم. أنا ما أقولش أنيميا، أنيميا كلمة تبان لي سهلة جدا، نقول فقر الدم. نعم. لأن في كلمة فقر الدم الإنسان يفهم باللي راه عنده هنا خلل. نعم. أنا نقول لهم دائما عندك فقر الدم، يعني فيه مشكلة، الدم تاعك راه هنا واش كاين فيه مشكلة. مفقر. نعم، أما إذا كان تقول أنيميا تبان لهم كيما مثلا حاجات واحد أخرين، يعني ديابيت عندك غرام و40 يقول لك معليش عادي ولا ما فهمت. يعني ما كي تقول له فقر الدم يفهم باللي راه ينتبه للخطورة. نعم، راه فيها الخطورة. فأنا نفضل كلمات يعني فقر الدم، لأن كلمة بالنسبة لي تعني معبرة كثير ومعبرة أكثر. نعم. ففقر الدم عندنا احنا في المجتمع تاعنا عند النساء الحوامل عندنا تقريبا 60%. لا أسف. نعم. نعم. وعلاش؟ هذه المشكلة. هو الرب سبحانه عز وجل فيه أطروحة، يعني المرأة إذا كان حملت ما يجيهاش الدم الحيض نتاع الشهر هذاك، ما يجيهاش. 9 شهور ما يجيهاش. هكذا. الجنين اللي راه في البطن تاعها راح يتغذى منه. يتغذى من هذاك اللي كان باغي يخرج وما خرج. الحديد اللي كان لازم يخرج في عادة شهرية ما يخرج، راه رابحاه. تزيد عليه الأكل نتاعها وكذا، عندها تقريبا واحد 400 ملي جرام. الأشياء هذه كلها اللي موجودة هي الكمية اللازمة للجنين، والمشيمة والدم عند المرأة لأنها كان زادت الدم وما يكونش عندها فقر. لكن هنا واش وين الحالات؟ الوقت المرأة بعد الازدياد، الوقت المرأة ما توضع الحمل نتاعها لابد مباشرة تبدا ترضع الجنين تاعها، والرضاعة كما قال رب سبحانه عز وجل في الآية الكريمة حولين كاملين. تخيلي انت حولين كاملين ومرأة ترضع وما يجيهاش دم، لأن المرأة كانت ترضع وترضع مليح ما يجيهاش، يعني ما يجيهاش الدم، ما يجيهاش. إذن تربح هذاك الدم اللي نورمال ما يجيها. فكي تكمل هذيك العامين المرأة ما ناقصهاش الدم، ما عندهاش فقر. أما إذا كان حملت ومباشرة حبست وبدا تجيها حق الشهر يعني عاديين وكذا، ما تنجمش تربح، تعيا تاكل وكذا باش تربح، تبقى عندها يعني نقص فقر في الدم. والمشكلة وين ثانية؟ هي ما تستناش يعني هذيك العامين ولا ثلاثة كيما حنا نطلبوا منها باش تبرمج يعني الحمل ثاني، حتى تصبح بعد شهرين ثلاثة أربعة تغايل وتجيب يعني حمل ثاني، فإذن يكون فيه فقر
اصعب من الحمل المره الاولى، فالفقر هنا يزداد في الكميه نتاعو ويولي اصعب يعني عند المراه هذه. وفي هذه الحاله اذا اصيبت بكوفيد مثلا راح تكون الحاله صعبه بطبيعه الحال. نعم الكريه الدمويه الحمراء هي اللي يعني الترانسبورت هي اللي تنقل الاكسجين. نعم بطبيعه الحال. اذا الحاله نتاع فقر الدم راح تخلي المرأة لو تصاب لا سمح الله بالكوفيد راح تتعب أكثر، وممكن هنا اللي تكون المضاعفات خطيرة. يمكن إذا نعم. كان في إلى لحقت الحالات نتاع وين لابد عليها يعني مثلا ساتوراسيون دوكسيجين تكون صعب عليها. نعم. وعلميا نعرف أنه كل حالة التهاب وكل حالة تعفن وتصرف الجسم يعني ميكروب يدخل إلى الجسم نعم. أو التهاب معين يحدث استهلاك لمادة الهيموغلوبين أكثر في محل الالتهاب، لأنه الجسم هذه من آليات الدفاع نتاع الجسم. فعلا لكن هناك شيء ثاني يعني المرأة كي تكون حامل مطلوب منها باش تدير FNS يعني نشوفوا الهيموغلوبين ونشوفوا الأشياء الأخرى، الأشياء الأخرى اللي ما نشوفوهاش يعني طبيعيا ما نش عارف علاش وهي لازمه علينا. نعم. هي لا لوكوسيتوز ولا لنفوبيني. نعم. احنا ما نشوفوش لنفوبيني، وعند المراه نتاعنا هنا في الباسا ميديترانيا فيها نقص من تاع اللنفوت الوغ كو لنفوسيت هما اللي مسؤولين على المناعه. المناعه يعني هذه المشكله في الاولى. والمراه كي تكون حامل تقريبا 75% قول تقريبا عندهم هذا نقص يعني تاع اللنفوسيت. نعم. فاذا يعني بقاو يزيدوا يطيحوا اكثر، من بعد يجوا لي بلاكات يزيدوا ينقصوا اكثر، يعني هنا عده اشياء اللي تخلي المراه فعلا يعني فيما يخص. لكن رب سبحانه وتعالى وكنشوفوا الارقام الاولى اللي هي يعني فيزيولوجيه تشوف بلي مثلا البلاكات يرتفعوا، بالعكس كي المراه تكون بالحمل يزيدوا يرتفعوا يعني الليمفوسيت يزيدوا يرتفعوا يعني لي بلاكات الصفائح. نعم يكون دائما يعني ترتيب وزيادة كأنه الرب سبحانه وتعالى يعني يهيئ الجسم تاع المرأة للحمل تاعها. هذا باش قلنا هذه في حالة فيزيولوجيا. أما إذا كان كل شيء ناقص عندها من قبل راه كارثة. نعم. إذا هذه النقطة من ناحية راح إن شاء الله نستقبلوا مكالمات المشاهدين الأفاضل، ممكن نستقبلوا المكالمات عفوا على الأرقام المعروضة أسفل الشاشة، وذلك لإثراء النقاش. إذن مشاهدي الأفاضل لا تترددوا في طرح تساؤلاتكم، خصوصا نستفيد من خبرة البروفيسور شافي اللي موجود معنا حتى ولو في مواضيع تتعلق بأمراض النساء والتوليد، يعني احنا راح نغتنم الفرصة. بروفيسور شافي كان جاني سؤال من طرف طبيبة في أمراض النساء والتوليد في أحد مستشفيات العاصمة، تقول أنه عندهم حالة مريضة بالكوفيد وهي مرأة حامل في الثلاثي الثاني من الحمل، وعولجت طبعا ووضعت تحت علاج ضد تخثر الدم، لكن ما يسمى بلي ديماغ هي مؤشر التخثر لديها بقي مرتفع أكثر من 1700 رغم العلاج يعني ما العمل، رغم أنها تلقت يعني في حوالي يعني شهر أو أكثر وهي تحت العلاج ضد تخثر الدم. هل نواصل مثلا، تقول هل نواصل العلاج مع مراقبة هذه العلامات هذا المؤشر أم ما العمل؟ بطبيعة الحال يعني لابد يعني الاستمرارية في العلاج هذه. نعم. أولا لأن الرقم ما زال شوية مرتفع، لكن هل ننظر مؤشرات أخرى؟ نعم نعم لابد نشوفوا الصفائح يعني لي بلاكيت. نعم. ربما يعني وقع فيهم شي مشكل، ونشوفوا كذلك يعني يعني الكليتين، ربما الكليتين ما تكونش صفي مليح، يعني لابد الانسان ينتبه لهذ الامرين هذو يعني ما ينساهمش. نعم. خصوصا مع تقدم الحمل ممكن الضغط على الكليتين يحدث مشاكل عند المرأة الحاملة كذا؟ لا خاصة من الكوفيد. من الكوفيد. الكوفيد. نعم. الكوفيد. يعني تأثر الكليتين ب الكوفيد. جاء نعم. الكوفيد نعم. حد ذاته. نعم. نعم. إذا كنا تكلمنا على خطورة سن الإصابة بالنسبة سن المرأة خلال الإصابة،
وسن او عمر الجنين في او عمر الحمل ان صح التعبير هل له دور في الخطوره؟ يعني هل لما تصاب في بدايه الحمل او تصاب في نهايه الحمل ايهم اخطر؟ هذه هي الاطروحه يعني الصعبه. نعم. اولا كنا ننتظر كثير يعني يكون فيه في اول امر كما سراس يعني كما نفس المرض اللي كان جانا العامات اللي فاتت. نعم. كنا نستناو يكون فيه يعني اجهاض، يكون فيه مثلا خدج، يكون فيه مثلا ديمورينتير وفيات داخل الرحم ونعام وكذا، لكن الحمد لله هادو شويه قلال الحمد لله. دوك المراه مثلا مع لي فاريونت هادو راه مثلا تحمل وتلحق يعني حتى 9 شهور. المصيبه وين؟ المصيبه هي الوقت اللي مثلا المراه هي بنفسها تكون دارت مضاعفات نتاع الكوفيد. نعم. هنا الاطروحه والاشكاليه الكبيره هنا. بعض الاطباء كانوا مثلا يقولوا بلي اذا كان درنا اجهاض او نسقطوا الجنين ربما يعالج مرأة، هذا ما هوش مقبول. قبل 28 يعني أسبوع يعني قبل 6 شهور نتاع الحمل ما يفيدها بوالو، يعني ما هوش مطلوب نهائيا. ما بين 28 أسبوع يعني تقريبا الجنين يكون يدير 500 غرام يعني حتى نعم حتى مثلا حتى يلحق مثلا واحد يولي مثلا 37 سمان لا حتى 36 حتى 8 شهور يعني وقت الولادة الأفضل. نعم هذه يكون نعم. فيها هذه مثلا ربما الإنسان هنا الأطباء تنكم أناكور بيناتهم يتحدثوا يشوفوا مع الأنستيزيست مع الطبيب مع الكارديولوج مع نعم. كذا واش يعني مثلا المرأة هديرها في الحالة الخطورة الفلانية هل لابد يعني من طرح الجنين ولا ولادة مبكرة يعني لا مبكرة بعض المرات مبكرة جدا يعني 37 أسبوع لا 37 نعم. لا بأس يعني لبس. حتى 36 لا بأس أما قبل تكون مبكرة فأنا فيها وفيات نتاع الجنين إذن هنا لابد الناس يعني تفكر وتشوف بعض المرات في بعض الحالات هذا باش الطبيب ولا كان قالها في بعض الحالات نشوفوا بلي مثلا العملية القيصرية تكون أفضل فهنا نديروا العملية القيصرية أما إذا كان مثلا فات الوقت هذا وكنا في مثلا الثلاثي الثالث في آخر الثلاثي الثالث وكان كل شيء لاباس وما فيش مضاعفات يعني نتاع الحمل خاصة بالحمل ممكن المرأة تترك يعني يكون في الحمل نتاعها عادي نعم حتى تولد ومثلا حتى الرضاعة مثلا تروحوا لها الطفل نتاعها حداها وترضعوا يعني ما كانش مشكلة. بدنا نرجع لنقطة الرضاعة لأنها صح. نقطة مهمة لكن استسمحك بروفيسور شافي باش نستقبلوا أمنا البومرداس. السلام عليكم. ألو وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أمنا. السلام عليكم. عندي تدخل في الموضوع. تفضلي. أنا راني حامل أصبت بالكوفيد ستيام موا. نعم. ستيام. تما عندها واحد دو موا مواد أكتوبر. نعم. الحمد لله ما جانيش يعني جاز عليا صعبة الحمد لله، مي شربت كومام أنتيبيوتيك درت لوفينوكس إيتو. عندي سؤال برك البروفيسور. تفضلي. نهار درت لي دي ديمير لقيتهم طلعوا شوية سي فغي. الهيموغلوبين حطت لي شويه ايتو شحال هبطت الهيموغلوبين بون في الحقيقه انا كنت ملي ديت لا غروسيس وانا نشرب في لو فير يعني ما باسكو انا جو سي اون بيرسون اللي عندها لا فيريتين توجور هابطه تما خفت نزيد جو برون لو ريسك مع لو بيبي دونك ملي ديت وانا نشرب لو فير حطت لي كي درتها لا بروميير فوا كان 12 ومن بعد ابري هذوك الزوج سمانات تاع المرض حطت لي حتى 11 ديمي ولا تما ماشي بزاف با بوكو نعم من بعد كي عاودت لي دي ديمير لقيتهم طلعوا من 500 حتى ل 700 بصح مولات لابوغاتوار جوستومون باش كنت حابه نقول بروفيسور عطاتني دي نورم قالت لي هاد لي نورم يسون سبيسيفيك او فام انسان تما لا فام انسان هي بحد ذاتها على حسب واش قالت لي لي دي ديمير تاعها يطلعوا مع لا غروسيس دونك حبيت نقول بروفيسور il faut pas confondre les normes تاع une personne qui n'est pas enceinte مع les normes تاع ما بيش si vous prenez ça en considération نعم. مع وحده باش هكداك ما تكثرش في لوفينوكس هذا واش حبيت نقول نعم شحال عمرك امنا شحال السن تاعك انا دوك عندي 38 ans
38 وهذه هي لا غوسس تاعي الدوزيام. الله يبارك يسلمك. فوالا بون بور لو مومون ما وعندي سؤال في الداخل معليش الا يفرج شويه على الموضوع باسكو راني قريب نلحق 40 سمان ما قعدليش واحد اليومين وتقلقت شويه باسكو قالوا لي اون فوا تفوتي 40 سمان اسكو حبيت نعرف وشنو هو الخطوره ليا ولو بيبي ولا في 40 سمان دامينوغ. نعم فوالا ان شاء الله ربي يطلعك على خير ان شاء الله. ان شاء الله عندي برك حاجه واحده اخرى سمحي لي ابخي الكوفيد نحس روحي توجور في قلبي عيانه عبي سي سي دو لا غروسيس ولا نعم تنفس عيان عيانه اي سوفلي فوالا. لما تحسي روحك عيانه تقيسي الضغط نتاعك؟ كي قست الضغط الحمد لله ما عنديش. لا الحمد لله يكون شحال شحال يكون 11 7 10-6 هكذاك ان جينيرال الكبيرة 11 صغيرة 7 دي فوا 10-6 جامي سبتو طالع. نعم والسكر تاعك راكي تتابعي فيه؟ نعم السكر تاعك راكي تتابعي فيه بعد الحمل؟ السكر وي كنت خايفة ندير لو ديابيت جيستاسيونيل. ايه بعد كوفيد راكي تتابعي فيه؟ بعد كوفيد تبعتو راهو في صابة الحمد لله في لا نورم دي فوا صباح كي نوض نلقاه 0.07 هكذاك مع صباح اجان. نعم فوالا نعم هادو هما. اذا شكرا امنا. شكرا. نزيدوا لها سؤال اخر بروفيسور شافي؟ لا لا معليش. اذا تابعي معنا ان شاء الله راح يجاوبك بروفيسور شافي. يعيشكم ويعطيكم الصحه ونحبك بزاف دكتور زهره بودين ربي يعاونك. احبك الله الذي احببتني فيه صحيح. ومرحبا بك امنا ان شاء الله ربي يفرحك ويفرح كل مرأة حامل وكل ام ان شاء الله يفرحها بولادها كذلك. اذا بروفيسور شافي هذه حالة يعني مثالية لا نقدر نقول مثالية لانها الحمد لله تماثلت للشفاء الحمد لكن لله. مازال تعمل وشنية النصائح اللي نعطوها لها فيما بعد. نعم تفضل. نشكر اولا المرأة على التدخل نتاعها. نعم. لكن بدي هنا ندير واحد نقطة فهم علاش لان تاع لابوراتوار المخبر اذا قالت لها هذه خاصه بالنساء الحوامل ما كانش هذه ما كاناش يعني اون بو اكسبتي لكن يعني ماهوش قانونيه حاجه مش قانونيه فلهذا يعني الطريقه الوحيده هي تتبع لا سينيتيك تكلمنا عليها في البدايه. في البدايه نعم. اذا كان بدات في الاول امر يعني الحمل تاعها وكان عندها 500 ودغرا عندها 1000 كالك سي با بون يخصها تعالج. اما اذا كان عندها مثلا في الاول امر وبدات وكان عندها راه باقيه مستقره مثلا في 1000 وكذا معليش هنا دون لا سينيتيك سي ان كا كي اكسبتابل. مي يعني اني با دو نورم انا. فيه فروقات فرديه. بيان سور لا فرديه اولا سي لا سينيتيك ماشي تقريبا نعم. مش فرديه كل وحده تطبق تطبق على الجميع. نعم. لا لا ولكن تطبق على الجميع. لا سينيتيك تقول لا كان فيه ارتفاع. نعم. وما كانش حالة مستقرة لابد من الدواء. نعم. أم تتبع الدواء. طبعاً. أما إذا كانت فيه كانت مستقرة ولو كان الرقم في أول الأمر يعني مرتفع. مرتفع موش بزاف خصو ما يكونش بزاف خصو يعني جوايا لي ميل ولا أون بو أكسبتي لكن ماهوش حالة يعني مقبول بها بالسيف لا 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 لا. هو نتفق معها. نعم. في نقطة قالتها في البداية أنه المرأة الحامل عندها ليدي دماغ يكونوا مؤهلين لا. للارتفاع لا يخص المرأة الحامل لا 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 علميا نقول ان المرأة عموما من ناحية تخثر الدم نقول امام التجلط قد يصاب الرجل بجلطة قلبية في سن 50-55 سنة لانه ما عندوش هرمونات الحماية. المرأة بصفة عامة عندها هرمونات انثوية تحميها من التجلط صحيح تحميها من امراض الشرايين الدمويه أمراض مش من التجلط لا نعم. من الشرايين الدمويه سي با دي ما عندهاش يعني امراض الشرايين بصفه عامه نعم هما اللي هما اللي يحميوها يعني بالنسبه للتجلط المراه ما تعيش نفس الخطوره اللي يعيشها الرجل بعد توقف الدوره الشهريه يعني في سن صح التعبير ما نسميه بسن الوقار يعني فوق 45 سنه ما نسموش سن الياس لا 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 إذن من بعد تعود مستوية هي والرجل في نفس الحالة وبعد مرة تولي أكثر وقد تكون أكثر نعم. لكن هذه فيما يخص أمراض الشرايين الدموية والقلب نعم. السكتة القلبية
هي اللي المرأة محمية منها. نعم. يعني بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل. الهرمونات يحميوا المرأة، يعني خاصة الأستروجين. نعم. يحميوا المرأة من السكتة القلبية. من السكتة القلبية. الشلطة، الشلطة عندها عوامل تانية. نعم. تراكم الصفائح مع الكوليسترول إلى غير ذلك. لا ويكون مثلا تكون عندها ليبرتاسيون، يكون عندها ديابيت، هذه الأشياء كلها زيادة. نعم. هذو يخلوا الجلطة. المرأة ما أردت أن أصل إليه هو أن المرأة الحامل عندها زيادة في الهرمونات، صحيح؟ هرمونات عند المرأة الحاملة راح تزيد. لا ما عندهاش استروجين، لا بروجستيرون يعني هي شويه كاستروجين. نعم. نعم لا عندها هرمونات فعلا، لكن هرمونات خاصه بالحمل. يعني راه قالت هي بنفسها، قالت لك يا ودي راني نحس بروحي تعبانه، هذا من القلب. يعني الشرايين الدمويه الكوفيد يطرق فيها اثار كبير. نعم اثار كبير، يعني هذا خص الانسان يكون عارف باللي الكوفيد يعني الى ما فاتش يعني بدون اعراض مضاعفات. بدون أعراض يكون لبس. أما إذا كان بداو الأعراض تبان راه فيها مشكلة، وخاصة مثلا كي تلقى 0.7 في الـ في الـ في الجلوكوز راه شوية ربما نقص. يعني لو كان تشوفوا العشية ولا أخر تلقاها بالك ارتفع. يعني فيه هنا تلاعب بالـ وهذا السؤال تاعك كان وجيه، خاصها لابد يعني الأخطرة تسمع فينا يستحسن دير مثلا مراقبة هنا تصبح عندها الخطر، راه تقول باللي راني بريت لكن عندي تعب. وهذا خلينا نجاوب على السؤال تاعها نتاع الاخير. اولا ماذا بيا نقولها باللي هنا فرق، هذه ربما حتى بعض كثير من القابلات وبعض الاطباء ما يتابعوش الكلام تاع النساء. اذا قالت باللي عندي 40 اسبوع نتاع امينوري، نعم ماشي هذاك هو تاع الحمل. Il y a l'âge gestationnel et l'âge de la ménorrhée. Ou le فرق بيناتهم اسبوعين. اقل شيء اسبوعين. يعني الا كانت عندها 40 semaines d'aménorrhée معناها لا grossesse تاعها في 38 semaines. يعني 38 semaines ما عليهاش راه لاباس عليه. يعني 40 اسبوع معناتها راهي 39 اسبوع 15 يوم. نحيو 15 يوم. نحيو 15 عندها 40 تولي 38 semaines. نعم. 39 ونص. هكذا الطبيب يعني المختص. نعم. يحسب لها. نعم. بور لوي يعني اذا كانت 40 تقول 40 سمان ممكن تولد قبل، ممكن تزيد قبل، ممكن يعني ربما تتعطل يوم ثلاثه اربعه معليش. ما فيها بس لما فيها توصل بس. 41 نعم الا كان امينوري مو جيستاسيونيل. جيستاسيونيل ما كانش حمل اكثر من 40 اسبوع. ما كانش باسكو هنا تولي الخطوره. وهنا راجع الكوفيد قالت في شهر 7. هنا دوك راه ربما يكون لاباس. يعني يستحسن اذا كان كل شيء مليح عندها يعني تجي الولاده نتاعها نورمال يخلوها تزيد نورمال. نعم. اما اذا كان عندها في بعض المرات يعني مضاعفات ولا اشكال في الزياده عندها بالنسبه للخطوره وبالنسبه للزياده بنفسها يستحسن يعني تقوم بالواجب اللي راه مطلوب من طرف الطبيب المختص نتاعها. نعم إذا إن شاء الله يكون. إذا مراقبة السكري عندها. نعم. وضغط الدم. وضغط الدم. وضغط الدم خاصة. راح شوية هابط بالنسبة لها لأنها في الشهور الأخيرة. ولكن نظن مراش. لما يكون 10-6. مراش يومي. نعم. لا هو مليح هنا يجينا مليحة بصح مراش يوميا يعني أنا نظن. يعني ما دارتش إنكوب. نعم. يعني مخ تخطيط. يخص. يقول ماذا بيا لو كان في الاجابه. نعم. نقولها لابد يا اختها تكون فيه يعني لهذا التخطيط. تخطيط مع نتاع السكر. نعم. وتخطيط نتاع الضغط. نعم. نعم. الشرياني هكذا يكون المراقبه تكون افضل، وهكذا حتى الطبيب تاعها طبيبه نتاعها تقدر تتابعها بشكل افضل. نعم طبيعي. نعم. 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 اذا كانت معنا ام رضوان وراحت، لكن ان شاء الله تعاود الاتصال. ريثما تعاود اتصال أم رضوان بومرداس. نواصلوا الحديث. بروفيسور شافي، بالنسبة للعلاج بالنسبة للمرأة الحامل في الكوفيد، لما يكون مثلا بمراقبة ما يسمى بليدي دماغ علامات تخثر، قلتم كذلك يفضل أن ننتبه إلى الصفائح وننتبه كذلك إلى التحليل نتاع الكلى. إذا كان كله لا بأس، لكن حالة التعب هذه ألا تظنون أنها يعني راح تكون مرأة راح ماشية الولادة اللي تتطلب جهد وقوة إلى غير ذلك،
هل فيه غذاء معين؟ هل فيه ممكن تزويد المرأة وتهيئتها للوضع اللي هو عملية ممكن تطلب طاقة كبيرة؟ هل فيه فيتامينات أو فيه أشياء؟ كثير من الناس يتكلموا اليوم على مكملات غذائية. ماذا تنصحون المرأة لتهيئتها للحمل؟ هل لأنه خصوصا الكوفيد يخلي بعض الرواسب، يخلي مثلا حالة قلق، هناك كثير من الناس لا ننسى هذا، والمرأة الحامل لابد أنها تكون مستعدة للوضع في كامل قواها العقلية، في كامل قواها النفسية، في كامل قواها الجسدية. وبالتالي ماذا تنصحون للمرأة الحامل في هذه الفترة؟ خصوصا عندنا مثال، مثلا أم منال من بومرداس، هي تقول تشعر بالتعب، وخصوصا هنا يعني نحييها أنها تقيس السكر تاعها وانتبهت وقاست ضغط شرياني تاعها وعطتنا أرقام. طبيعة الحال هو يستحسن المرأة باش يعني تجتنب الأدوية هذه زيادة، يعني بالأحسن ما تأخذش الأدوية اللي ماهوش لازمة. أما كل الأشياء اللي مثلا تكون فيه فيتامينات وتغذية، ومثلا أكل سليم، وجبات غذائية لا بأس بها، يعني منتظمة وكذا، هذا معليش يعني لا بأس، بالعكس يعني هذه منتظرة بالنسبة للمرأة الحامل. يعني نعم هذه مطلوب باش يعني تكون في الغذاء نتاعها، كما قالت نفس يعني الأخت قالت راني انا عندي الخبر باللي مثلا عندي فقر الدم، وراني في مباشره من بدا الحمل نبدا ناخذ يعني الحديد والعلاج وكذا. نعم. هذا هو المطلوب، هذا هو الشيء المطلوب، يعني راه نعم. قابلت بالواجب نتاعها. نعم راح نرجع للمواصله بروفيسور، استسمحك باش نستقبلوا ام محمد من البرج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام محمد، عندي سؤال للطبيب من فضلك. تفضلي. انا بنتي عندها السيلياك وراهي بالحمل، هل فيه خطوره على عليها ولا على الجنين ولا لا؟ مع العلم ان عندها كانت عندها طفله المره الاولى وهبطت لها الهيموغلوبين حتى ل 8. نعم. ودخلت في السبيطار داروا لها الفير يعني، والحمد لله الطفله جات مليحه. نعم، شحال الحمل تاعها دوكا ام محمد؟ دوكا راهي في شهرين ولا شهرين وشويه. نعم، ودارت التحاليل تاعها ودارت يعني دارت لفناس لقات الهيموغلوبين 12 وقيلا. نعم، وبدات لاسيد فوليك بدات تاخذه؟ وي هاي تشرب. نعم، يعني عندها متابعه دوريه مع طبيبه تاعها؟ نعم. واش راهي تخاف؟ دارت تلقيح نتاع الكوفيد؟ دارت ما شاء الله. دارت. اذا شحال عمرها ام محمد؟ 36. الله يبارك. اذا نزيدوا اسئله اخرى بروفيسور؟ اذا هذا يكفي ان شاء الله. ما عندهاش مرض هي من قبل غير السيلياك فقط؟ غير السيلياك برك. الحمد لله. ويتابع الحميه تاعها طبعا؟ تمام. دائما خصوصا هذه شيء مهم جدا انها تتابع الحميه تاعها. شكرا ام محمد، راح تسمعي ان شاء الله. شكرا لكم، ربي يحفظكم. الله يبارك فيك، شكرا. اذا هذا المثال اللي كنا ننتظره. نعم. علاش؟ لان اولا المراه عندها التشخيص نتاع المرض السيلياك. شيء مهم. المفروض يكون مثلا فيه هنايا ترتيب وتنظيم للحمل. يعني خاص يكون الطبيب نتاعها هو اللي يشير لها يقول مثلا ممكن راكي دروك لاباس ممكن تحملي. فالحمد لله هي راها دارت يعني المتابعه ودارت يعني الهيموغلوبين لقيناها 12. هل هذا يكفي بروفيسور شافي؟ الهيموغلوبين يكفي لانه راح الحمل 9 شهور؟ لا الحميه. الحميه هو احسن شيء الحميه، لكن تتبع عندها هنا تبقى ماشيه، لابد يعني يكون في تتبع. لكن ربما اذا كان الحميه ما كانتش مليحه ولا كانت تقيه اكرمكم الله ولا اشياء كيما هكذا، مش راح تستفاد من الغذاء. نعم يعني تقريبا ربما راه تعاودي تطيح لها. خصها تكون يعني دائما في التتبع حتى يكون دائما الرقم هذا دائما يكون اكثر من 11. في نقطة وردت لي ذهن بروفيسور شافي، لا ريزيرفون فير يعني لا فيريتين يعني مدخرات الحديد عند المرأة. هنايا هل مهم انه كل طبيب لازم يطلبها لانه راه 9 شهور جايين
راح تكون فيه استهلاك. نعم، على حسب يعني المتخصصين في في المرض الدم يقول لك باللي 30 ملي هذيك 30 ملي جرام. احنا عندنا تقريبا الجزائريين كنا ناقصه جدا يعني. نعم. كل كان الناس كلها تعير تقريبا بزاف يلقاوها ناقصه، فيقول لك يستحسن يعني الانسان يعالج الانيمي فقر. نعم. الدم اكثر من اللي يراقب يعني لا فيريتين. كان بعض الحالات وين الوقت اللي نديروا عليه الفحص ولا نديروا تحاليل تاع الدم لقاوه طايح بزاف، وحنا نخافوا نعطوا الدم عند المراه الحامل بالنسبه للمضاعفات نتاع اللي يجوا. نعم. من عم الدم. هنا كان واحد الطريقه، واش هي؟ نعطوهم الحديد يعني انجكتابل، لو فير انجكتابل يعني بروتوكول دو ثيرابي نتاع نعطوهم هذاك الحديد، لكن في الشرايين الدمويه مباشره يعني على طريق الشرايين، فيوصل ديريكت يعني في الدم، ونديروا مثلا مره ولا زوج. هذا يعني يكفينا باش نرفعوا لا ريزيرف اون فير. هذا يعني الطريقه اللي لقيناها. اما اذا كان قل من 6 ولا 7 لابد يعني من لا ترانسفيزيون، يلزم ترانسفيزيون وهنا بالخضره نتاعها. نعم. بالنسبه للبروتوكول اللي وزاره الصحه تعمل على تحضيره خصوص المراه الحامل والكوفيد بروفيسور شافي، هل فيه يعني توصيات راح تنزل الى المستشفيات لتطبيقها حول الكوفيد عند المرأة الحامل؟ يا ريت تطلعنا. خلاص لا 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 واسمع، الوصايات هذو خرجوا راهم يعني تقريبا مشاور يعني مع عند التطبيق، يعني الورقة يعني تمضات يعني من طرف يعني السيرفيس نتاع لا بريفونسيون، راح يعني راحت المستشفيات حتى يطبقوها. يعني هو نفس الكلام تقريبا اللي قلنا، هذا هو الكلام اللي فيها، نفس الكلام. زيادة فيه العلاج الاستشفائي فيما يخص مثلا المرأة الحامل الوقت اللي تدخل عند مثلا الإنعاش ويكون لازم عليها مثلا الأكسجين، الأكسجينوثيرابي. نعم. هذه خاصة بالحالة. هذا عندنا حالة ثانية الوقت اللي مثلا المرأة مثلا تولد ولا يكون عندها نزيف دموي. هنا إذا كان عندها النزيف الدموي ما نجموش نزيدوها مضادات تخطر. إذن نعم. هنا نولوا الوقايه اللي هي البسيطه لا ميكانيك. نعم. نولوا يعني فار اون بريفونسيون ميكانيك لي با. نعم. وكذا وعده اشياء هكذا، وحتى اللي يعني الامر يفوت. نعم. بالنسبه للولاده عند المراه المصابه بالكوفيد، بعض الفيروسات اللي قد تصاب بها المراه الحامل مثل السامبلكس، الفيروس سامبلكس، ممكن هنا تفضل الولادة القيصرية يعني الطريقة القيصرية. لكن هل الكوفيد فيه احتياط معين؟ هل أم هو الولادة الطبيعية أو يعني هي المفضلة؟ إذا ما كانش فيه مضاعفات. نعم. خاصة بالحمل وكانت المرأة لا بأس بها، يعني كانت الكوفيد ما جاتهاش يعني صعبة جدا، ما تعبتهاش، نفضلوا الازدياد يكون يعني بطريقة طبيعية. هذا أحسن. نعم. دائما هذا يكون أحسن. يعني هذا معروف، ما فيش سلاين، ما فيش سلاين دموي، ما فيش نزيف، ما فيش عدة أشياء، فهذا يستحسن. لكن إذا كان فيه خطورة أنا ممكن نرجع إلى قضية القيصرية مثلا، تخلي الحمل يعني اسهل بالنسبه للمراه اللي كان عندها ضعف صعوبه في التنفس، التنفس يعني وصعوبه وكذا اكسترا. هذه ربما بالخف يعني نشوفوا باش الزياده تاعها يكون يعني سهل. اما اذا كان عند الحاله تاعها تقريبا كان طبيعه بدون مضاعفات بدون يعني اعراض شديده اعراض باينه، وهذا يستحسن يعني الزياده تاعها يكون نورمال يعني يكون طبيعي. نعم، هو أفضلها الولادة الطبيعية خير. هو أفضلها الولادة الطبيعية، وقلنا بلي حتى الناس يعرفوها دائما، المرأة اللي جاها الكوفيد ممكن ترضع الطفل نتاعها، ما كانش كيما الرضاعة الطبيعية. نعم. ولكن يكون شوية بعيد عليها الطفل، تقرب وحدها دير الماسك نتاعها وتقرب وحدها وترضعوا وتعاود ترجعوا بعيد، يعني حتى ما يكونش فيه لا يعني عدوى بعد الولادة. نعم. قد تحدث عدوى بعد الولادة. بطبيعة الحال. نعم. بالنسبة إلى يعني وضع المرأة دائما يكون في حالة
ممكن هشة من ناحية المناعة حتى ولو بعد الولادة، وهي أصيبت مثلا بالكوفيد يعني قريب من الولادة، هل فيه واصلت العلاج بشكل يعني منضبط؟ يعني مجرد بعض النساء تقول لك أنا ولدت خلاص، المهم سلك الابن تاعي، وممكن تتراخى أو تتوقف عن العلاج، يعني كيفاش نقولوا لها؟ هذه المشكلة الكبيرة. نعم هذه المشكلة الكبيرة. أنا ممكن تهتم بالمولود الجديد وتنسى ممكن الحالة الصحية نتاعها، شرب الماء مثلا، احنا معروف عندنا النساء لما يضعن يشربوا المناقيع، يشربوا الاتزان هكذا. هذا 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 امر تاع النساء يعني، راكي طلع كانك يعني هذا واقع. لا 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 لا, 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 لا للقانون يعني حتى الموجود في الجزائر. نعم. من بعد الولادة 40 يوم من بعد اقل شيء، هو في 8 ايام لابد يكون فيه فحص يعني كنترول، 8 جور بعد زيادة. وبعض المرات حتى لما درتوش هذيك تاع الاخر في اليوم الرابع لابد يكون فيه يعني مراقبة. فحص. علاش؟ نعم علاش يكون هذاك؟ لأخذ عينات تاع الدم يعني تحاليل. على حساب واش كاين، على حساب المرض اللي موجود، على حسب الحاله نتاع المراه. نعم علاش نعطوك مثال بدون ما يكون فيه اشكاليات نتاع الكوفيد. نعم. تخاطر تاع الدم ما بين الحمل وما بين من بعد الولاده يتضاعف 14 مره. سبحان الله. اللي ميتبلي بار 14 يعني لا ترومبوز اللي كانت ممكن ما شفناهاش في الوقت تاع الحمل. نعم. نشوفوها في البوستبارتوم. نعم اذا سي ميتبلي بار 14، اذا حتى الانسان حذاري. نعم. هذه وحده. ثانيا الوقت الحمل كانه يعني الانسان تكون المراه يعني كانت سي ادابتي اون سيتوياسيون. نعم. كانت منسجمه مع وضع صحي. نعم. اما بعد زياده هنا فيه خطوره، فلهذا اكثر من مرات المراه ما تعاودش تولي السيرفيس تاع الماتيرنيتي وين ولدت، لكن تلقاها كارديولوجي، تلقاها بريمولوجي، تلقاها عندها اعراض ومضاعفات اللي خاطئ للحمل ولكن تابعين للحمل، ولكن احنا ما نعرفوهمش لخاطرها مشات الكارديو مثلا. ما مثلا ميدوز مثلا ما فولفيري جامي اون دوزي ماتيرنيتي، لا نشوفوه عند الكارديولوج. كي نشوف الكارديولوج يقول هذا واش يقول لك هذه حاله جاتها مثلا الضغط الدموي كذا وهذا ما كان عندها والو كذا وضروك كملت القلب كبيره وكذا ما يضربش مليح حتى لقوا الخطوره. هذه المشكله. وهو وفعلا اذا كان زدنا حاله الكوفيد هذا تزيد الضعف اكثر، لان الكوفيد هادو هما الاعراض نتاعو. الكوفيد في حد ذاته في الوقت اللي يكون يعني متصل بالجسم تاع الانسان تلقى اعراض. نعم. لكن من بعد ما يزول هو ويروح يبداو الاعراض تبان، المضاعفات نتاع القلب تبان، مضاعفات نتاع مرض السكري تبان، مضاعفات نتاع الريه تبان، مضاعفات نتاع ارتفاع الدم تبان، الغده الدرقيه الليرا. نقول شحال من مره على الليرا حذاري لابد. وحتى مثلا فيما يخص الكبد يعني الكبد ياخذ يعني يتعب كثير بالكوفيد يعني ما نعم. ما نضربولوش حسابه لكن يتعب كبير بزاف يعني. هو اصلا فيه بعض النساء الحوامل يديروا مضاعفات على مستوى الكبد بدون كوفيد. أيوة. هذا سيندروم كوليستاتيك يعني. نعم. فيه ضغط. نعم. للمجاري الصفراء. هادو هما المشكله نتاع. نعم. الهرمونات اللي كنت تقول عليهم ملاح ماهوش ملاح، لان الوجود الهرمونات بكثره. نعم. يعني لابد يتصفاو في الكبد، فالكبد إذا كان تعبان ما يتصفاوش يعني الكبد يصبح بنفسه مريض. فلهذا الأخت اللي تكون مثلا مريضة بالكوفيد نديروا لها الفحوصات هذه كلها التحاليل، نشوفوا حتى مثلا الكبد كيف راه يخدم، الرية كيف تخدم، الدم كيف راه، نشوفوا مثلا القلب كيفاش، القلب كل شيء نديروا لو سي جي بيان سور يعني. نعم. كلش هاد الأشياء تندار ونزيدوا عليها كل ما موالفين نديروا في حالة الحمل يعني الأشياء كلها تاع الحمل اللي موالفة، ونزيدوا هذا الشيء كله لأن هذه تقريبا يزيد ضعفها الكوفيد. إذا ما بعد الحمل نفس التحاليل ونفس نفس التحاليل فحوصات لابد أن تجرى. نعم. وتقريبا حتى في الوقت نتاع الكوفيد تقريبا نعودهم كل 5 أيام. نعم هذه المراقبة الصارمة. مراقبة. نعم هذه لابد من المراقبة هذه. هذا داخل في البروتوكول. داخل في البروتوكول. نعم. إذا البروتوكول الذي تسطره وزارة الصحة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله إلى
قيد التنفيذ. ان شاء الله هذه هي مؤشر خير، ان شاء الله ان شاء الله هكذا يكون فيه تهيئه لاخذ النساء الحوامل المصابات بالكوفيد لا سمح الله. تبقى دائما الرقابه وتبقى دائما الوقايه خير من الف علاج. نعم. بروفيسور شافي، الوقايه هي افضل شيء. نعم. وش نقولوا للنساء الحوامل يعني في بدايه في نهايه المطاف، يعني كوقايه من الكوفيد وكمراقبه للحمل حتى وان كان عاديا. خلينا نفرقهم. نعم افضل نبداو بالحمل العادي. نعم. في الحمل العادي اللي زال ماذا بيه، احنا كنا تكلمنا وقلنا بلي يعني لو كوبل ماشي غير المراه. طبعا بعض المرات التدخل تاع الراجل بعض المرات يكون هو يعني اللي القانون اللي مفعول به في يعني في الخليه العائليه. ف يستحسن المراه والراجل يتفقوا، قال مثلا نزيدوا واحد ما نزيدوا جوج كذا، ننظموا راه هذا مازال صغير مازال شويه كذا، هذه باينه. نزيدوا الا كانت المراه عندها مرض مزمن لابد يعني يكون فيه نظره على المختص اللي يتبع لها المرض نتاعها، مثلا مرض السكر ولا مرض ارتفاع الدم كذا، خص لابد هو اللي يقول لها مثلا واش راكي مهيئه ولا مازال. مثلا عندها مرض قلب، عندها مرض كذا، قال نجموا مثلا نديروا المرض نتاع القلب ولا مثلا ما نتبعوش ولا ما يلزمش بعد. نعم بعد. نعم استسمحك بروفيسور شافي، هناك محمد من بشار ممكن اخر المكالمه. السلام عليكم. الو لاباس كيفاش داير؟ لاباس الحمد لله اخي تفضل. الله يخليك، انا بغيت نسقسيك. عندي متزوج مولا 26 عام الله يبارك، وهو زاد لي طفل في هذه ثلاث سنين، وعندي العمر انا 59 والزوجه 49 46. نعم. وبغيت زعما نسقسي الاستاذ الشافي اذا كان ممكن يعني بالادويه نعاود يعني يساعدني كاش ادويه ولا عندي لافونتاج باش نعاود يزيد لي طفل واحد اخر. طفل ولا طفل؟ انت عندك طفل واحد؟ عندي طفل واحد منذ 23 عام عاد زاد لي واحد. يعني طفل واحد منذ 23 سنة. 23 سنة زاد لي طفل واحد، ودوكا راني باغي على في ثلاث سنين، بغيت زعما نحاول اذا كان مشكل ممكن ولا حاجه يعني بالادويه نسقسي الاستاذ الشافي القاسم. نعم شكرا على سؤالك الاخ محمد بن بشار، ربي يحفظ لك ما تسعى ان شاء الله، وربي يرزقك خير ان شاء الله. شكرا. امين يا رب. شكرا. شكرا. هو اللي في امر ربي يعني دائما ممكن فيه خير. نعم لكن نقولوا له باللي مثلا 23 سنه شويه كانه بطال شويه ربما ب الزوجه سنها 46 سنه. 46 سنه. 46 سنه. نعم. هو 59 نعم. سنه. نعم يعني بالنسبه لنا يعني تجاوزوا العمر هذا اللي شويه يعني اللي يعني تكنولوجيك ما يعني اللي على حساب الدراسات واش تقول. نعم. المراه اذا كانت في 42 سنه تولي عندها صعوبه كثيره فيما يخص البويضات. نعم. يعني وحتى الحمل الجار ربما يكون فيه خطوره، يكون فيه اشياء اللي ربما الانسان. شنو هو التحليل اللي لازم تديره للمراه باش تشوف اذا كان فيه امكانيه حدوث حمل؟ هو كما الطبيعي كما دائما. نعم. يعني تقرب مثلا من طبيبه مختصه، طبيب مختص دير له امبيلون، دير له يعني فحوصات عاديه ويشوفوا اذا مثلا كان قنوات فالوب يعني مغلوقين وكذا، خلاص يعني ما بقاش. نعم. شيء هنا لابد يقولوا تروح للبي ام اي، يعني تروح للوسمو التلقيح الصناعي. لكن هنا يقولوا له ودي احنا بعد 44 سنه شويه صعوبه، بالك ربما يلقى بعض الناس اللي بعد 46 سنه بالك يعملوا كان ممكن. لكن العمر شوية يعني بالنسبة للمرأة يعني. أطرح سؤال هنا عام ليس خاص بالأخ محمد بن بشار. نعم. ولكن سؤال عام، لا غيزيرف نتاع أوفاريان نتاع المرأة، معناتها الذخيرة نتاع المرأة من ناحية المبايض، هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار يعني؟ طبيعة الحال. وهل يجرى هذا الفحص هذا يجرى عندنا في البلاد؟ نعم نعم نعم. وممكن يعطوا له النتيجه اذا كان فيه ذخيره مبايض، فيمكن فيه
زراعه او ما. او تلقيح اصطناعي اذا كان ما فيهش يعني باش ما يشقاش يروح يدير تحاليل اخرى. هذا باش قلت لك انا خصي لابد يتقرب يعني من طبيب مختص زراعه معاه باش يفهموا اكثر حتى ما نقولوش كاع الحالات الممكنه يكون فيها. لا احنا نتكلموا بصفه عامه. بصفه عامه. المراه بصفه عامه. نعم ممكن كذلك حتى نتكلموا على الهرمون لاي ماش يعني لكن هذه يعني احنا لا ماش ما خدموش بها كثير الوقت اللي تكون العمر تاع المراه صغير. كنت تكون مثلا 26 27 سنه كذا ولو تكون ناقصه ممكن على الانسان يدير والدراسات الحاليه دروك خلتنا نعرفوا باللي مثلا المراه ولو تكون قربت لسن الياس يعني ولو ما نبغيش كلمه بزاف انا هذه احنا بذلناها في قناه القران سموها سن الوقار. نعم سن الوقار مليحة. متفقين انا متفق معكم كي تقرب لسن الوقار بكري كنا نظنوا باللي مثلا اللوفار يكون فيه تقريبا زيرو فوليكول وهذا هو اللي كان يتقال. لا دروك عارفين باللي لا فام بوتيت مينوبوزي الوغ عندها 1000 فوليكول انكور يعني بور فوار. لذلك نلاحظوا بعض الحمل يوقع في 50 وبعض المرات ما كانش كاع 35 سنه يعني فيها اشياء فيها عوامل ثانيه اللي ربما الانسان خصو يشوفها. نعم نعم اذكر لما كنت في ايام الدراسه في الانترنا اذكر انه فيه تلقينا امراتين واحده حامله في 55 سنه وواحده كانت حامله في 52 سنه وكان الحمل تاعهم مستمر الى غايه الولاده فعلا. بشكل طبيعي فعلا. يعني هذه كان عندي الشرف اني تلقيت هذه الحالتين سبحان الله. حالات نادره نعم. وكان تبقى نادره نعم وكان يعني الانفيرونمون كان البيئة كانت محضره موجوده لهذه الشيء. اما دروك لا دروك نادره خلاص فعلا يعني ما بقاتش لان الريجيم الغذائي الغذاء تبدل التلوث البيئي كل شيء يعني فيه كثير عوامل خلت الاشياء هذه تقريبا دخول عالم الالكترونيات في حياتنا ممكن له تاثير كذلك. نعم نعم وفي نعم. حاجه ثانيه ربما غذائيه خصوصا نعم لو خاصه بكري كنا يعني نظنوا بلي العمر تاع الراجل يعني ما عليهاش حتى ال 100 سنه ولا باس عليه. لا دروك بعد 43 سنه الراجل ممكن الاطفال نتاعو اذا كان انجب اطفال يجوا فيهم لوتيز هذيك لا مالادي تاع اللوتيز الوحاديه يعني. نعم اذا كان فيه انسان اللي يرزق ربي بولد ويكون سوي ويكون بصحه جيده يحمد ربي ويعني ان شاء الله ممكن يكون فيه يعني قناعه واذا كان رزق ربي فيما بعد لما لا قادر ربي سبحانه على كل شيء. بالك ربما اذا كان السبب يعني بسيط مثلا نعم. في التهاب في كذا ربما يعني يكون يعالج. فيه علاج نعم. نعم يستحسن يعني تقرب من المختص مختص ان شاء الله. نعم بروفيسور شافي واش نكملوا الاجوبه تاعنا للحديث تاعنا نعم. في الشق الاخر اذا كان الشق الاول قلنا المراه هذيك اللي ما عندهاش الشق نعم الثاني نعم اذا كانت تبرمج نعم لابد من البرمجه نعم ولابد من البرمجه اكثر دروك علاش لان فيه مرض خطير جدا اللي ربما يخلي الحمل صعب على المراه اذا حملت في الوقت هذا في هذه الحاله واش نزيدوا على البرمجه أيوة. قبل الحمل وهذه هذا موجوده في المذكره نعم. اللي وضعتها داروها الاخوان في الوزاره يعني في اخر الوصايات زادوا تنظيم الحمل وهذا كان لابد يديروه تنظيم الحمل لان بعد الانسان ما يعني بعض المرات ينسى شويه روحه يعني اذا كان في الحالات اللي فاتت مثلا كانت الايام السابقه ما كان والو موجود وكان الطفل يجي والحمل يجي وما كانش فيه خطوره ما كانش مشكله لكن دوك راه عندنا مشكله راه عندنا الوجود معنا دائما الخطر نتاع الوباء هذا نتاع الفيروس كورونا نتاع الفيروس تاع الكوفيد فاذا نخدموا به واش معنى نخدموا به؟ حذاري من الوجود نتاع الحمل مع الكوفيد. هل التلقيح قبل نعم التلقيح ضد الكوفيد يكون فيه يستحسن ضرورة يعني هو قبل الحمل؟ نعم كيفاش؟ يستحسن باش مثلا الانسان ما يحملش تقريبا في الحاله هذه نعم نعم اذا في الحاله الاخرى في دقيقه ان صح ان امكن لان الوقت داهمنا نحن على مشارف نهايه العدد اليوم ان شاء الله. والله الحمل مسؤوليه نعم موش يعني حاجه هكذا تجي وتروح كي تبغي وكذا والرب سبحانه عز وجل قلنا في اول الامر باللي اعطاها طبع
خاص به، قال هبة من عند رب سبحانه عز وجل. فالإنسان لابد يعني يعتني بهذه الهبة هذه ويعرف كي يدير لها ويعرف القيمة نتاعها ويخليها تجي في وقتها. شكرا لك بروفيسور شافي على هذه الختمة، وكذلك شكرا لك على استجابتك لدعوة قراءة القرآن الكريم في هذا العدد. إذن مشاهدينا الأفاضل، الشكر موصول لكم كذلك على اختياركم لقناة القرآن الكريم، وكذا الفرقة التقنية والفريق اللي قام بالروبورتاج مع فرقة المستشفى اللي استقبلت الفرقة التقنية. مشاهدينا الأفاضل، ما يسعني إلى أن أقول أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه، نضرب موعد إن شاء الله في الأسبوع المقبل بحول الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.